السلام عليكم حبايب قلبي، ايمي عاملين ايه؟ وحشني كتير قوي 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 قوي. النهارده بقى معانا ان شاء الله 6 تتبيلات تحفه، يعني حاجه كده من الاخر عشان الشهر الكريم وعشان حيره كل يوم. اول حاجه ان شاء الله معانا في التتبيلات اللي احنا هنعملها، معانا فراخ المندي طبقين، معانا كيس الحراري الاحسن تتبيله للكيس الحراري، معانا فراخ كنتاكي وده الكفر بتاعها، معانا صوص الهاليبينو تمام، معانا تكة احلى تتبيلة لتكة واحلى تتبيلة للمشاوي، حاجة كده من الاخر. اتمنى تعجبكم ويلا بقى تشجعوا قوي ويلا بينا نشوف المكونات. ويلا اول حاجة معانا في المقادير، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة روزماري، نص معلقة بابريكا، نص معلقة زعتر، نص معلقة بصل بودر، نص معلقة كاري، نص معلقة بودرة ثوم. أول حاجة معانا الفرخة، معانا طماطماية، بصلة، هناخد جزء من الفلفل، معانا الليمون اللي احنا مفرزينه سوا، شوية زيت، صويا صوص. أول حاجة هنحطها مع بعضينا البصلة الحلوة دي كده، ناخد جزء من الفلفل. التتبيله دي بقى يا جماعه عشان الكيس الحراري اللي بنحطه في الفرن. ناخد قطعه ليمون حلوه، شويه صويا صوص، شوية زيت، هناخد كل التوابل اللي هنا، طعم جديد وحلو وهيفرق معاكم كتير. الكلام الجميل ده بقى نضربه ضربة حلوة، حلو أوي الكلام ده. نبتدي بقى نحطه على الفرخة بتاعتنا، تعملوا بقى اي نوع خضار معاه، خضار تولي او صينية بطاطس، يبقى طعمه حلو قوي مع الفرخة. طبعا نغسل الفراخ بالدقيق والخل والليمون ومعلقه طحينه ونعتهم شويه، يجي نص ساعه كده عشان الزفاره وطعمها يبقى احلى واحلى. انا بقى محضره هنا كيس عشان نحط عليه تتبيله الطبق الحلو ده. ونرمي عليها التتبيلة كلها، وكده أول حاجة أول تتبيلة معانا. التتبيلة رقم 2 طبعا للمشاوي، كوباية زبادي، فرخة، هناخد ليمون، معانا الزيت، معانا الطحينة، وبتطري الفرخة بتخلي طعمها حلو وبتتشوي حلو، معانا خل تفاح، معانا الزبادي، معانا الثوم، معانا البصل،
معانا نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص معلقه بقدونس مجفف، ربع معلقه قرفه. هنحط الكلام الجميل ده كله مع بعضه. جزء من الليمون، طحينة، الزبادي برضو بيطريها بيخلي طعمها حلو، بيفتح الأنسجة ويخليها تستوي بسرعة، وبرضو الطحينة بيفتح الأنسجة ويخليها تستوي بسرعة. نحط بقى البهارات بتاعتنا، نضرب بقى الكلام الجميل ده. جربنا بقى كل الكلام الحلو ده، هنبتدي بقى نحطه على الفرخة بتاعتنا. نبتدي بقى نحطه هنا، انا مفتحاها نصين كده يا جماعه عشان ما تاخدش مكان معايا في الفريزر، عشان لما بعملها على بعضها بتاخد مكان بصراحه. نحط بقى عليها كل التتبيلة، مقولكمش والله العظيم ريحتها جميلة قوي. بصوا بقى جمال، ريحة روعة وتتبيلة جميلة قوي. نبتدي بقى نعمل التتبيلة. كده معانا تتبيلة التكة. اول حاجة معانا بصلة، هناخد جزء من الطماطم، معانا الليمون، معانا خل عنب، معانا مية لو عوزنا للتتبيلة، معلقة كاتشب، معلقة صلصة، ومعانا زبادي، ومعانا الفرخة، ومعانا نص معلقة فلفل، نص معلقة بهارات فراخ، نص معلقة ملح، نص معلقة كاري، نص معلقة بصل بودر، ربع معلقة قرفة، ربع معلقة بابريكا. اول حاجة معانا هنحطها، هناخد جزء من الطماطم مش هناخدها كلها. حلو كده، عشان هنا في صلصة وكاتشب. ناخد جزء من الليمون، نحط الزبادي، صلصة، خلي العنب، ولو عوزنا مية هنحط، نحط التوابل بتاعتنا.
ونفرم الكلام الجميل ده. نحطها على الفرخة دي بقى هقطعها كده عشان تشرب التتبيله معايا. نبتدي بقى نحطها كودي. بسلام يا أيها الفرخ كودي. كده بقى نعمل دي التتبيله الرابعه معانا. معانا فرختين، معانا ليمون، معانا خل، ولو عاوزنا ميه معانا زيت، 2 كوب زبادي، معانا نص معلقه زعفران اصفر، معانا ورق روري على حبهان مطحون دوت، نص معلقه فلفل مطحون، معلقه ونص كبيره ملح، معانا نص معلقه كركم، ربع معلقه جنزبيل، نص معلقة كبيرة بهارات فراخ، ربع معلقة قرفة، ربع معلقة صغيرة مطحونة قرنفل. أول حاجة إن شاء الله هعملها حبة ليمون، الخل كله، شوية زيت، الزبادي معانا، التتبيلة دي بقى اساسي تلبسي جوانتي عشان الدنيا مش هتبقى تمام قوي، يعني ايدك هتبوظ خالص. ما عندكيش زعفران عادي جدا كتري الكركم، ما نقفش على حاجة يعني. نبتدي بقى نحطه لو ما استعملتيش جوانتي اللون الاصفر بتاع الزعفران هيفضل ثابت في ايدك مهما تغسلي ايدك، فالبسي جوانتي. بعمل لها مساج عشان تتشرب معايا.
هنحط واحدة هنا. بسم الله. بسكوتشي. انا خدت كيس وياها نحطهم فوق بعض بس عشان المساحة اللي معايا. احط هنا زي كده. الريحة بقى والله العظيم تفتح النفس مع انها نيه والله. حاجه كده جميله. ركودي عنديش. ايوه كده. ننزل هنا عليها حبه وننزل هنا عليها حبه. دي بقى يا جماعة بتتعمل بالفرن تبقى حاجة كده روعة. نعمل بقى التتبيلة الخمسة. كده بقى معانا التتبيلة رقم خمسة. اول حاجة معانا الفراخ بتاعتنا، عصير البرتقال، الزيت، الهوت صوص، الصوص الهاليبينو، دي فرخة الهاليبينو مولعة نار، معانا بصلاية، طماطماية، قرن فلفل احمر، معانا 4 باكت سكر، زبادي، معلقة كبيرة ثوم. معانا بقى يا جماعة معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة شطة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة سماء، نص معلقة صغيرة زر ورد، ربع معلقة زعفران أحمر، معانا معلقة فلفل أبيض، معانا ثوم بودر، معانا جوزة الطيب مطحونة، معانا حبهان. اول حاجة بقى ان شاء الله هحطها برتقال. شوية زيت صغننين. الهوت صوص بتاعنا. الهاليبينو بتاعنا. هاخد جزء من الطماطم، هاخد البصلايه كلها، هاخد الثوم، نفتح السكر كله. انا بحط سكر عشان لو عايزين تشوها تشوها، عايزين تعملوها صينية في الفرن بالبطاطس او باي خضار تاني مشكل براحتكم، وتنفع في الكيس برضو. فالتتبيلة دي بقى تنفع صينية، كيس في الفرن، شوي، يعني فيها كل الامكانيات اللي انتوا تعملوا بيها احسن اكل. نحط البهارات بتاعتنا. ده بقى اللي بيحب ياكل اكل سبايسي. ونضرب. بصوا بقى، حط لايك، حط لايك.
لابسه الجوانتي طبعا. بصوا البرتقال بقى احمر. ننزل بقى الخلطة دي بقى جبارة ونسقس. نبتدي بقى نبعد الحاجة دي كده. الفرخة العظيمة نبتدي نحطها. نامي هنا. ده بقى تعملوه في الكيس بشوية خضار مشكل او تشويها حاجة كده فوق الروعة. الباقي ده بقى هحطه في كيس لفرخة اخرى. تمام الكلام ده؟ حلو الكلام ده. اقعدي كده. التتبيلة رقم 6 كنتاكي، ودي عملتها معاكم في القناة اللي حابب يشوفها غير دي يعني. هي نفس التتبيلة على فكرة، بس في سنس كده زيادة الزبادي المرة دي عشان يطريها. انا بحب اغير. بصي حطي لايك، حطي لايك. معايا فرخة الكيلو ونص بتتقطع على 8 قطع. اكتر من كيلو ونص لو 2 كيلو او اكتر بيتقطع من 12 ل 15 قطع. تمام. معانا بيضة، معانا لبن، معانا زبادي، معانا ليمون، بيكنج باودر، معانا معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة فلفل مطحون، معلقة كبيرة بهارات فراخ، نص معلقة بابريكا، ربع معلقة ملح، ربع معلقة جنزبيل، ومعانا معلقة كبيرة مرقة دجاج فورية. تمام. المرقة ديت والبهارات اللي في الطبق دي يا جماعة انا بقسمها نصين. اول نص بحطه على الفراخ، وتاني نص بحطه على كوباية نشا وكوباية دقيق وكوباية ذرة اصفر، اللي هما دول. اللي عايز بقى يشوفها برضو يرجع لفيديو كنتاكي. دي انا محضراها عشان افرزها مع التتبيلة لما احطها تبقى جاهزة. اول حاجة طبعا ان شاء الله هنحطها الفرخة هنا. هنحط الزبادي، هنحط البيضة، هنحط الليمون، هناخد جزء من اللبن، هنحط البهارات بتاعتنا، معلقة بيكنج بودر، يعني يعتبر معلقة ممسوحة. ونقلب. لو احتاجت لبن هنحط. التتبيلة دي بقى لما بتقعد في التلاجة تتشرب للفرخة وتبقى جميلة قوي. اقلب 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 عشان كله يتشرب. حلو قوي، مش هنعوز لبن تاني. حلو التقل ده. نبتدي بقى نحطها في الطبق بتاعنا. عشان ما تكترش الفيديو معاكو عملت الذرة والنشا والدقيق هنا مع نص التوابل اللي كانت موجودة عندنا عشان وقت الفيديو بس. اللي حابب برضو يشوفها يروح
كنتاكي لما انا عملته في الفيديو. سيبك انتي حطي لايك، هزهقكم النهارده من حطي لايك حطي لايك. لا الاسباتيول لا حلوه، بص اللي اخترع الاسباتيول ده يا جماعه جميل والله، ما بيظهرش معانا اي حاجه احنا عاملينها. ودي اخر معانا تتبيله، وكنت مبسوطه معاكم النهارده، وكل سنه طيبين عشان دخلت رمضان، والتتبيلات دي هتنفعكم قوي قوي في رمضان وفي كل يوم جديد. مع ايمي ومع الف سلامه.